عائلتها الخاصة بالكابتن مشتاق العزاوي. شفاء العاجل إن شاء الله كابتن. لا بخدمتك حبيبي. إن شاء الله الله يشافي. السلام عليكم. اليوم حبيت أسوي لكم هذا الفيديو من تركيا من آخر علاج لي إن شاء الله. هي آخر عمليات العملية الثانية. وحاب أشكر الفضل الأول لأخي بعد الله سبحانه وتعالى أستاذ عبد الله عويز. اللي تكفل بكافة علاجي في تركيا من طلوعي من بغداد حد لعب تركيا. هو متكفل بكل شيء الرجال. رجال ما قصة وياي حقيقة. وكل ساعة يتصل بيه شنو محتاج ما محتاج. والميزانية مفتوحة للمستشفى. وقبل شوية يعني كانوا راضي يسووا لي عملية ثانية. فالدكاترة قالوا اكو طريقة جديدة نقدر نسويها بس شوية مكلفة. فلازم ناخذ رأيكم. فاتصلوا بي الرجل مشكور والله يطول بعمره. قالهم اي شيء يفيد الكابتن ويوقف على حيله ويفيده لا تفكرون باي شيء اشتغلوا بدون ما تقولوا لي. فحاب اقول من هذا الفيديو ان اقول لاستاذ عبد الله عويس انت اشتريتني والله يوفقك ويخليك ان شاء الله. وما اعرف اردك هذا الجميل وهذا ظل دين برقبتي الى ان اموت. هاي امام الناس احكي لك اياها. انت رجعت لي حياتي ورجعت لي رجلي ووقفتني على حيلي. الله يطول بعمرك ويخليك. واحب يعني ابلغ الشعب العراقي انه انا بخير بفضل الله واهل البيت وفضل هذا الرجال علي. لما هذا الرجال انا رجلي كان سقطت. لما هذا الرجال كان رجلي سقطت وقصوا لي اياها الله شاهد. ما تدرون حجم الالم. الكابتن رحله الذهاب للعلاج. شلونك كابتن؟ الله يساعدك حبيبي. مشافاه ان شاء الله مشافاه. Tabii tabii onu yapacağım.